لم أستطع تعزيتك يا سيدتي، ليكن مثواه الجنة. آمين. ذهب أخي، لكن أبي هنا وبفضلك أنت. رضي الله عنك، سلم. لكن يبدو أن لديك هما آخر سيدة عيني. لا، ألا يكفي ما حدث؟ لقد سمعت كل ما قلته عن طريق الصدفة يا سيدة عيني. سمعت ما فعلته والدتك. أعذريني يا سيدتي، أنت تحملين عبئا ثقيلا، أعرف. المسألة عائلية، من الأفضل لو أنك لم تسمع ما قلته. كما تريدين، سوف أعتبر أنني لم أسمع شيئا، وأنت لم تقولي وحتى لم تعرفي أبدا. لماذا؟ لقد ارتكبت أمي خطأ، ألا يجب أن يعرف أبي به؟ كيف سأخفي هذا؟ يجب أن أفكر. إن أخبرته فلا أعرف ما قد